بحر العلم الذي يتحدث عنه الشيخ محمد، يعني هل تختارون الموضوعات دكتور محمود التي تدرس في هذه الدورات للوافدين من الخارج؟ طبعا احنا قبل ما تبدا الدوره بفضل الله تعالى يعني نكون لجنه عشان تنظر، لانه كل مره ممكن نجدد شيئا جديدا او نضيف شيئا جديدا. فحريصين جدا على ان احنا نكون مسايرين لما يجري حولنا من احداث، ما يبقاش العلم اللي هو ايه محفوظ ومنقول زي ما هو، انما طب اديني امثله. يعني مثلا فقه الاختلاف، مثلا تفكيك الفكر المتطرف، مثلا ثقافه التعايش المشترك، تجديد الخطاب الديني. لا هم ما عندهمش المسألة وما حدش أثرها، الإعلام عندهم ما أثرش المسألة. أنتوا سمعتوا بتجديد الخطاب الديني؟ لا ما سمعتوش. ما ولا أنتوا شيخ زكريا؟ أنا سمعته في إذاعة صوت القرآن. نعم. إلى لا، ولكن هذا المصطلح تجديد الخطاب الديني. ما في. سمعته؟ لا ما سمعته.